بغر واسان تي في وحن دوينا بالين انه وحكاير ويدينو المانتا حرياليها جود قرنك سومالي لان رحمن هيان وحصوص على وراق ومركزي لي هي قدومية ها قلها وكيل سومالي عبد الرساق خليف احمد وين محاي هيدي قلوه حصانات لك قاعدة يسل مركانا محكمة الهور كينا يسوق قضب بنسو دلي شدي ارن تام حاد كلاس عطا ما اخري دي هلك ثاد واركتها وحكا صوبة حريالي انت أنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المحكمة الأخيرة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في 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 المشروع الذي يجب أن يكون لكن المشروع الذي يجب أن ما ودخل دنا وحيد الوجود بيو جل على برلمانك غضب كتطبعتنا دي السج تطبعتنا دي السجالات الدستور كينو وحقر يا حبين أما حبنا با جل يلا بدك جل يا كارن ككم دي هدي دم بيكش تو هرالن تا يا أود كسر أوجي سد عودة وحين أمرين إسا جلها وكتر سيا هيبا وهو توتت أما صدح ميلود الله ميلود لما قدين كرو لما تابن كرو حلمانك حسانة بولي مركا وحنركا قدمية محكمة الصرعين وقلي بس وكل مدن كرو هذه إيراني عقاب إيراني ركام الله مدى وقلا إدى إيراني تشرح قلي هنا ويهي وصف بيسا مدى حوينها وحوين أرن كني أرن هرود عيويا أرن عصب ما حلمان نقول بي حكومة نواتيو الرئيسي حدا حلمان حسان الله نقول بي سكر درها وحد لي أنشر على الله مارين حرام توي ويدخلوا في محكمة كورجيسو وحين وطن أي برلمان كين تلسيد أي برلمان حصارت لك هذا بين وكان هذا برلمان كله جديدي هذا بلا بحاجة لواي سيدي مو مقرر يسوي حبي أي حكومة دو وقف الشرطة وسير جور برواق الساس وكلا حرام تو مسقمة والله مسقمة سق كويه ده يسان تنور كسوة ده يسوي حرام توي ويد وحلا يقعد مده وين موسى وتكتي وحدي هل كين أتكلم هذا يريده أو يسوي أن مركل حلو بابلا حريكرا لكن محكمة لما قيل كذا الله ما حريكرا مركزنا كوشة غضب كتب عطانيا سجال وحقيقة هي اللي ما كينا الحري كرين محكمة لوجد بين كرين لا طابن كرين إلا قولي هي شو صدق ميراد والله ما ميراد حصار ده كقاضي وده نقول الله ما رأيت هذا لكن القانون مسبي حد الصور بكل شيء سم قف قصتو الحل أنا وحوي قص الصور بيلان لي وحين قولي سليمان محمود هذا قدومي أقل كسرائيل الله يسكحيله ومحكمة الصوفة رجشته أقوم أمره دون يا حلبان حسان اللي تجد وحنا لا يعرف كون كدي يا حلبان كأنصحية أما أقول هذا وأنا أعرف هذا اللي كده قال من قدومي جيرة قدومي علي جبريل علي حامد جبريل حلبان هذا كران ك وحنا له الدستور ك هذا إلى لي وإذا وهو ينمارين بقى أمضي ده الحساب صبي دونتا قلها بورت ده سلاس لك يقدومي هذا محاكي أنا بقر محاحل كان كلام السلاط هاي إلا ينبضن باي مك عبد الرساق سيم قيها هاي وحنا محكمة كسو وكتيدا محاحل حلال كسو وجا محكمة جودناي كهذا الشينا وعويح هرو يري بش اللي بعد يبش اتحاد بويري حل كان محاك كلام السلاط إذا أنت أصلا مكسو وركتي أنا ومد دفاع يا عبد الرساق إن محكمة لا تهاجو بشخص كل سنة مد دفاع لكن وين وضد الله مرا وإن الله لا صفاء حسنات دي سي شخصية دي س عبد الرساق روح شجع مدل كم يدبو شجع سمال لنجودي يدبو شجع والله هذا كرا حرانت وده هذا مرتان لين هم يدك لو الله هو حكيني هذا دي ويدي سي حكومة دو حكومة شلت هذا كدور شئنا كقبطة ديمقراطية هنا يسعطو شروعية هنا يسعطو ما أنت وحنوار كا إن قولي سريع كعان كي وملحوين المسبي هي حكومة دي سو أي ميل سكت إن دلك قانون كيس الدستور كيس بقر ديوان قلنتي بقى سعطا ده بقر ديوان قلنتي كار بقر كار حكرا ديوان قلنتي كار كا سعطا مرح دماتنا دورشة دي بقى لقيلة يا تاميات كا ورقبين دورشة واحدة قيلة هي أو مقدمة شنا مدلان قانون لهين والدستور لهين أو واحدة قوة لكن وحوليان إلا هذا دستور ولاية هي دستور ولاية كي لبدي كوريا كودي لازحي ولاية بقر كاس ولاية 97 سن أي أنصحين إن لقوا عمر فروف عود الواقع هذا كم يانو الدستور كم حد كم قبوا ذي سن دستوركي وكم أنت أي مرة يسوي عيد أن حصارت اللي هي مجرد مدعوينا مول يعني
gudoomiyihii ninkii saddexaad ee dalka maanta in la yidhaahdo inay maxkamad fadhiya xilkii ka qaaday oo maxkamad dembi ku oogay oo xiray oo dastuurkii la laalo annagu arrinkan ka hadlayna waa arrin sharciya haddaanay jirin ciddii ka dhibayd garaynaysa ama maxkamad ha ahaato ama cid kale ha ahaatee cid kasta oo xasaarad leh ama xisbiyada ha ahaato ama gudoomiyaasha xisbiyaasha ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama golayaasha qaranka ha ahaato ama qofka muuminka soomaaliga somalilanka ah ee sharcigu ilaalinayo anugu waxaan ka hadlaynaa qodobka 79aad ee qarankan dastuurkiisa baa la jebiyey waxaana jebiyey xeeraalintii iyo ilaalin lahayd sharciga iyo maxkamaddii sare ciddii la xisaabtami lahaydna waxa weeyaan waa golayaasha qaranka iyo madaxweynaha oo ilaaliyaha dastuurka ah madaxweynuhu anagu waxaan ka hadlaynaa wax sharciya mucaaradadna ka hadlimayno wax kalena ka hadlimayno dalka sharciga loo ilaaliyaan leena qofkii dembi gala in maxkamaddu la hor keeno ama maxayda wixii dembi u galay lagu qaado arrintaa miyaa diidantahay qaanuunka dalka u yaala in la hormariyo oo la yidhaahdo maxayda sharcigu ku gefaha wax laga qabto ama qaranka dhibanaka ah tallaabaha laga qaado arrintaa miyaad ka soo horjeedaa qofka maxkamadda la marinayo iyo sida loo xukumaya dastuurka ku taalla in laga weeciyo oo wada khaldan mariyo un baan ka hadlaynaa anagu maan ka hadlayno cabdisaaq khaliif waa qof bini aadana waa bashar madaxweynaha dembi lagu qaadi karaa oo sida loo xukumayo ay taallaa xukumka anugu intaan iska fadhiisto ama golo baarlamanka iska fadhiisto ama cid iska fadhiisato qof xasaarad lahaan wadadii loo marin looma baarlamanku ma eriyi karo madaxweynaha madaxweynuhuna ma eriyi karo waxa weye waa saddex hay-adood oo kala banaan oo sharci dejinta iyo fulinta iyo haddii alaba leeyahy qolada tan qaanuunka iyo sharciga way kala madax banaan yihin qolana qola ma eri karta wadan loo maray leedahay wadan loo maro dad badan oo adigii cabdirasaaq dad badan oo boqor sukin garanaya adigii cabdirasaaq waxay odhan karaan marka ay waraysigaaga dhegaystaan boqorku wixii qaranka somaliland dhibanaa ka ahaa waxa uu ka door bidaya inanku abtiga u yahay isna abtiga u ah arrintaa maad ka jawaabaysaa horta cabdirasaaq waxa weeye waa guddoomihii qaranka weeyaan wuxuu ka baxayaa marka xilka uu waayo xubinimada uu waayo wuxuuna ku maqan yahay ergo uu madaxweynuhu u diray buu ku maqan yahay oo dalka laascaanoodu joogaa cid uga yeedhay baarlamaankuna ugama yeedhin madaxweynuhu ugama yeedhin shaq buu ku maqan yahay hadduu kalfadhi ka maqnaaday hadduu wax kaleba shaq uu ku maqan yahay laakiin anugu waxaan qabaa cabdirasaaq waa la eri karaa golihiisa sharciga ka qaadi karaa xubinnimada laga qaadi karaa guddoomiyenimada laga qaadi karaa wadadeedii in loo maraan ka hadlayna anugu dastuur baan ka hadlayna cabdirasaaq qaraabo aan ahayn iyo aanan ahaan ka hadli maayo anugu kama difaaci karo cabdirasaaq anugu dembi uu qabo oo qaranka ka galay kama difaaci karo laakiin waxaan leeyahay wadadan la maray cabdirasaaq maahe nin baa la yidhi ilga war in walba xukun buu yidhi xubin kasta oo baarlamanka guddoomiye saleebaan maxamuud aadan aroorta inanka maxkamaddu intuu fadhiisto ayuu odhanaya waan eryay waan xiray xasaanadii baan ka qaaday waxaan leenahay annagu qof kasta oo mas-uula madaxweyne haato dhowrsanaan buu leeyahay baarlamanka haato xubin kasta haato sharciyada haloo maraan leenahay anagu waa tahay wadahadalwaxaad sheegteen cabdirasaaq wafdi uu diray madaxweynihi erga uu diray uu ka mid yahay wadahadallaa socday oo dhinaca muqdishona wafdi baa tegay adiguna kamaad madhnayn oo gacan waad ku lahayd maxay arrintani ku keenaysaa in la wada hadlo iyo in laysu soo dhawaado horta garaadada tegay waxa weeyaan waxay ku tageen anugu afayeen uma yihi garaadada waxa weeye garaadadu waxay ku tageen gudi madaxweynuhu ogolaaday ee dhexdhexaadin tahayd iyo xasan sheekh maxamuud ayaa hawshoodii wadato u yeelatay maxay xamar u tageenna waxa weeyaan dee lama odhanayo xamar waynu kala xilayna dowladdu iyadaa furtay iyadaa xasan sheekh maxamuud dhexdhexaadin sisaaq bashay iyadaa soo daysay oo ogolaatay odayaashii dhexdhexaadka ayda xamar iyadaa calanka laascaanood in lala soo galo wasiiradii jooga baa ogolaatay calanka madow in laga taago laascaanood waxaasoo dhani waa wax history oo caddaan oo taariikh le weeyaan laakiin anugu waxaan ka hadlayaa cabdirasaaq siday dowladdu u dirtay intaan ka ogahay dowladdu iyo golayaashu midlama fadhiisan oo ergadii loo diray iyo waftigii lagu ambabixiyey iyo jasinkii lagu siiyey inta la diray lama odhan soo noqo oo shaqadaadii baa kuu baahanay soo noqo cabdirasaaq hadduu intaa uu jeegay dembi galana dembigii uu galay wadadii loo mari lahaa way hadda oo dastuurka sheexayo qodobka 79aad baa sheexayo ana ma diidani inuu lagu ogo cabdirasaaq dembi uu galay saaxiibnimo iyo walaalnimo iyo abti iyo ilmaabtinimo midna toona kuma difaaci karo boqol imika dhinaca ingiriiskaad usii socotay xagga ingiriiskaad joogtaa dalkii dib usoo jahayn maysmiya oo dalka xaaladihiisa amni iyo waad ogtay gobolkii togdheera
وحبا كسعودا ميلا بدا وحبا كدعي ودينا واد هيد ان حالدها ما حد كلا سوتا دلكي سنبو سو جيدا ايمك دلك وانا امانيا dalkana maanta dawladda dhibaato ka socoto dhibaatadaasna waxa weeyaan inaan wax ka qabanno iyo inaan ka odayno diyaar baan u nahay mar walba waan ka hadalaa waqtiga uu habootay aan islaadno arrikaas waa laga shaqayn karaa waan ka shaqaynayna arrimahan kalena baaqooda iyo nabadgelyadooda iyo raggii dhigayga ah oo dhan iyo wakiiladayadii iyo cid waliba way ka shaqaynaysaa adi aad baad mahadsantay ka soo ah boqor ismaan ama maxamuud maxamed oo ku sugan dalka ingiriiska oo aanu khadka telefoonka kula xirinay boqor aad baan kaaga mahadnaqayna waqtigaadna siisay wad mahadsantay